بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالخلق الذي selanjutnya pembacaan surat Yasin yang dia akan dibimbing oleh
zikir tahmid dan tahmid yang akan dibimbing oleh anak kita Ustaz Tahir Iqbal. Baiklah, agar kita dipersilakan. Allahumma inna nas'aluka wa 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 nas'
الذي
Yeah.
رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله المولى ونعم النصير. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيف يا ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم، صدق رسول النبي الحبيب الكريم، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم.
الحقاً ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً تسليما. اللهم صل وسلم.
وسلم.